هل سبق لك أن رأيت موقد حطب بمثل هذا الهيكل الغريب وطريقة الاشتعال الخاصة؟ دعونا نلقي نظرة على عملية الاشتعال. مصمم بطريقتين لإضافة الحطب. قم بزيادة الحطب من الأمام وإضافة حطب صغير في الأعلى. تحضير بعض المواد القابلة للاشتعال مثل المناشف الورقية. استخدم بنك الطاقة هذا لتشغيل المنفاخ. قم بحشو بعض المناشف الورقية من الأعلى وأشعل النار فيها. أضف بعض القطع الصغيرة من الخشب، ثم أضبط المروحة على أقصى سرعة لها. سيصبح الحريق عنيفا قريبا. في البداية تنتج رقائق الخشب الصغيرة والمناشف الورقية بعض الدخان، وبعد اكتمال الاشتعال لم يعد هناك دخان.